المحور الثالث، خلي ذهنكم يا ابن حسن. المحور الثالث أن الدين أصل الدين ليس تاريخيا، المحور الأول، وأن القرآن ليس تاريخيا، المحور الثاني. المتلقي للقرآن تاريخي، من الذي تلقاه؟ من؟ رسول الله، نزل به الروح الأمين على قلبك، فعندما جاء هذا المحتوى اللامتناهي صار متناهيا أو المطلق لا النسبي في وجود ماذا؟ ها؟ متناه بشري متأثر ابن زمانه، فصار تاريخي لا بلحاظ القرآن بل بلحاظ المتلقي للقرآن. ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا ها؟ وجملة التفتوا جيدا، هذه بعد من واضحات نصر حامد أبو زيد، هذا يؤكد عليه، ومنه أخذ الدكتور عبد الكريم سروش مولان. دكتور عبد الكريم سروش مولان في كتابه بسط تجربي نبوي يقول أن هذه المعارف التي قالها لنا، نعم الله أنزلها وحي، أنا أقبل أنها وحي، ولكنه عندما جاءت في إناء من؟ ها؟ في إناء رسول الله صارت من؟ ها؟ أخذت لون شخصية رسول الله، وشخصية رسول الله ابن من؟ خارج عن الزمان، له ابن الزمان، ابن ثقافة الزمان. ولهذا أنت لا تستغرب إذا وجدت في القرآن معارف مرتبطة بالفلكيات القديمة، لأنه اللي نزل من الله ما مرتبطة بفلكيات زمانه، ولكن عندما جاءت في إطار هذا الوجود صارت ماذا؟ ها؟ ذاك الزمان كانوا يعتقدون أن هذا السماء سقف، سقفا مرفوعا، هو لم يقول سقفا مرفوعا، وواقعا السماوات سقف ملان، لا سقف مكر. انت الان ذهنك من يروح السقف يعني شنو؟ يعني هذا السقف وكذا، مو شكل السماوات، مو شكل. تعالوا معنا الى كتاب بسط تجربي نبوي في صفحه 21 اعزائي، التفت جيدا. هم بيامبر انسان است، التفتت؟ المتلقي، الوعاء، القابل، مو الفاعل. الفاعل القران ما هو؟ ها؟ مطلق، ولكنه القابل شنو؟ مقيد. هم پیامبر انسان است، هم تجربه او انساني است، هو انسان فمحكوم بقوانين انما انا بشر، وتجربته ايضا تجربه، ما هي؟ ها؟ انسانيه. وهم اطرافيان او ادميان، والذين كانوا يحيطون به ماذا؟ أناس. إذن من هذه العناصر الثلاثة اللي كلها إنسانية، إذن لا تتوقع أن ينتج الشيء فوق ماذا؟ فوق التاريخ. ما أدري واضح ولا؟ هذه النظرية أو المحور الثالث. سيدنا أنت ماذا تقول؟ الجواب أيضا أنا لا أوافق على التاريخية بهذا المعنى، حتى تعرفون أنه محور البحث، أنه أنا عندي كتاب بحمد الله تعالى الآن كمل، ولكن فقط باقي مقدمته إن شاء الله أكتبه، وهو تاريخية الأحكام الفقهية. كتابا يقع حدود فيه 700 صفحة، مفصل جدا. حسب بعض قد يحملوني على التاريخية بالمعنى الأول، أو التاريخية في المحور الثاني، أو التاريخية في المحور الثالث. الجواب كلا، أبدا أبدا، أنا لا أوافق لا على التاريخية بالمحور الأول، ولا على التاريخية بالمحور الثاني، ولا على التاريخية بالمحور الثالث.